اتفضلوا خشوا. حبيبتي يا علي مرزاق يا كريم. الراجل قلبها يا عمارة يعقوبيان. صباح الخير يا تتح يا ابني. صباحك لبن يا عم ذكري. اقول لك يا عم فكري، هو الناس اللي داخله وخارجه عندك دي، العيال الصغيره دي بتعمل ايه عندك؟ مين دول؟ دول شباب حلو. شباب حلو؟ سياحه وفنادق. طبعا لازم يبقوا سياحه، حلو يبقى لازم يبقى سياحه على طول. بيجوا عندي بذاكر لهم طبيخ واتيكيت. دروس في طبيخ والاتيكيت؟ ده غير حصه امبارح بتاعت الحشو في المحشي؟ لا، الحشو ده اول حصه. الحشو اول حصه داخل ناسف كده من الاول؟ طيب خلاص، نهارك فاسخ ضبه. استنى عندك. ايه عايز ايه؟ مش عندك ثلاثة جوه؟ ايه الكلام اللي انا سمعته عنك ده؟ كلام اللي سمعته عنه حاجة ايه اكتر من اللي انا بسمعه عنك؟ ايه خير؟ وصحيح انت اتنزلت عن شقتك للمعلم حسوة؟ اتنزلت ايه؟ دي استعارة عشان خاطر بنته المفضوحة دي تتستر. استعارة ايه وخيابة ايه؟ ده انت ماضيله على التنازل يا بني ادم. تنازل؟ ده انا ماضيله على حذف 6 شهور من الايجار القديم وكيلو لحمه اسبوعين هيديهولي. ده طلع لي هنا ورهولي. ايه اللي ورهولك ده؟ التنازل يا بني ادم، وكان عايز امضي جنبه شاهد. التنازل شاهد؟ اوعى تكون مضيت على حاجه يا عم فكري. لا انا ما امضيش على حاجه زي كده يا ابني. وبعدين دلوقتي انا خلاص كده اتفق كده، خلاص خلاص بقت في المنص راحت كده. اسمع تتح. ايوه يا عم فكري. بقول لك اسمع، مش بص يا تتح، انت تنزل تاخد منه التنازل، تقطعه وترميه في وشه. البني آدم مننا بيعيش حياته مرة واحدة بس، لا يعيش راجل لا يعيش طول عمره خروف. يا عم انت هتهجس تقول الكلام ده لنفسك. جاي يا حبايبي. اديهم الرابعة. يا حصوة الكلب. انا هفرغك نفسي. ما تعكيش ما تاكليش، اتكلي. لو سمحت يا سيدي المعلم. ينفع كده يا معلم؟ ابعت الواد يشتري كل لحم بتلو، افتحها عليها كلها شغط وده. اتكل على الله وريني عرض كتفك، ما عندناش ترجيع. انا قتيل حق النهارده. قتيل؟ شو بيتك يا اخويا؟ رعدوه في التلاجة على مفضله. انت عايز حاجة؟ لا ابدا، اصل في واحد ابن حرام قال لي ان انت كنت عايزني. الهدوء يا سيدي المعلمين. بقول لك ايه يا تتح؟ عمر يا عم الناس. جالي طرفيش كلام كده انهم ناويين يخلوني امام المسجد. امام مسجد؟ ليه انت اكتشفت دين جديد ولا حاجه حضرتك؟ معفولي معفولي يا عكسه. لا بص وحياة امك ما تعملش حاجة وانا هتكذب. حبيبي صبح بقى. خبز مش هيقدر يعمل اي حاجة. خد ياد انت، انا تعالى عمر سعادتك. انت مسجل ياد؟ لا حضرتك بص، انا خلت ربنا طبيعي، انا مرشد حضرتك بس محدش يعرف. خش جوه في الحاره هتلاقي كل انواع الرذيله موجوده في المكان جوه. هتلاقي اوسخ من وساخ، اوسخ حاره على مستوى الخريطه بتاعت مصر موجوده هنا. وعندك واحد جزار واخد بالك انت برضك، لسه واخد دلوقتي حالا واحد راجل زبون وحاطه في قلب الثلاجه وهيبيعه ويبيعه ورشاله التسعيره ب 90 جنيه في الحته الحساسه. ايه الحته الحساسه دي؟ الحته الحساسه في نص البطيخه. وعندك الست اللي جايه اللي شبه عنتره بن الشداد دي بتبيع بانجو في الكيس البلاستيك بتاع الخضار حضرتك. امسكوه ارموها في البوكس. فين بقى بيت المعلم حصو؟ بيت المعلم حصو حضرتك سيادتك دعاره بقى معاك. وانت مالك اهلك ما ترد على طول؟ بص يا بنت الكلب وجنيته البلد. فين بيت المعلم حصو؟ وساخه وماله البلد دول حضرتك. رابع عماره على ايدك الشمال. طب خلاص غور. يا ربي ربنا يكرمك ويجعلك بكل خطوه ناس وسخه. الزعم في خدمه السلطه. كبوسه. يا سلام، لما كان نفسي ادخلك يا جامعه الزنجريه. بس هنعمل ايه بقى؟
الحاضر والنصيب. انا ماني دلوقتي متخرج ومعايا الشهاده الكبيره وبقيت اكبر عاطل فيك يا مصر. مطول اخبار اراب ايه اراب هادي اراب عدس اهرام اخبار جمهوريه يا البيثة يا البيثة. قول لحضرتك ايه، هو انا ينفع اخش جوه الجامعه وابيع جرايد؟ طبعا ينفع، انت مواطن مصري. اه ليك حق في البلد دي، ليك في الجامعه، في النيل، في الهرم، في المترو. عشان كده لازم يبقى في بيننا تداول للسلطه بشكل متوازن، انت فاهم؟ لازم نقف مع بعض عشان نعرف نواجه. من حق كل مواطن في البلد دي ان هو يتعايش كيفما شاء، اينما شاء، وقتما شاء. هو حضرتك جابت انقاذ ولا نديمون؟ شايفينكم. شايفينكم. شايفيننا؟ مين؟ احنا. انتوا بتكونوا عصابه جديده اسمها شايفينكم. تنظيم. تنظيم سري؟ لا لا لا، تنظيم علني. علني. طب طالما الفضائح كده، بص بقى، لو محتاج ملاتوف او قنابل ثمينه للدموع انا تحت امرك. شوف انت اللي انت عايزه ايه. مش احنا. مش احنا؟ دي جابت المعارضه؟ خلاص قعد مش احنا مع شايفينكم. واطلع بحل على الخضر الثعب يقعد مرتاح. اشوفك في الميدان في جحيم الله. كنت تعالى هنا، انت خدتني في طلبات كده، انا عايز اخش الجامعه ازاي؟ انت في الجامعه فعلا؟ ايه ده، معقول انا في جامعه السنجريه؟ كويس خالص، يبقى كده اتفقنا ان في مجموعه عناصر اساسيه بيحتاج اليها الانسان حتى يشعر بالانتماء ويحس فعلا انه عايش جوه بلده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن ندردش دلوقتي مع بعض واسمع وجهة نظر كل واحد منكم، ايه هي العوامل اللي محتاج اليها الانسان حتى يشعر بالمواطنة. اتفضل. الحرية يا دكتور. جميل، الحرية. مين تاني؟ اتفضل. من حق كل مواطن انه يمارس حقه الانتخابي بالديمقراطية برضه يا دكتور. كويس جدا. اتفضلي. الانفتاح يا دكتور، لابد من الانفتاح على كل الحضارات وبدون قيود. تبادل ثقافات. كويس. المندهش اللي قاعد جنبك ده، ممكن تقول لنا وجهة نظرك؟ انت انا ساعتك؟ ايوه انت. زملائك بيقولوا ان الانسان العادي اللي عايش في بيئة فقيرة وفي حي شعبي محتاج لعدة عوامل علشان يشعر بالانتماء داخل وضعه، في اللي قال الحرية والديمقراطية والانفتاح على ثقافات العالم الاخر. المواطن محتاج لايه حتى يشعر بالامان والانتماء لوطنه؟ أنابيب. سيبوه يقول وجهة نظره، اتفضل. احنا قلنا أنابيب؟ أنابيب. أنابيب وبنزين وسولار وعيس والدائري بالليل. أنت بتهرج؟ أنا ما بهرجش، والله ده بيثبتوهم، ده بيثبتوهم رسمي على الدائري بالليل، ينزلوهم التاكسيات ويروح حاطط لك السنجة وأنت قاعد دلوقتي. أنت طالب أنت؟ إديني كارنيه. كلك مين يا عم؟ ده أنا على باب الله بتاع جرايد. هي حصلت؟ باع جايلين جوه مدرجي؟ انت هيعمل لي فيها صاحب ملك يقول مدرجي. امشي اطلع بره. بقول لك ايه يا سيادة، تقول لي بلاد؟ يلا يا نهار اسود يا راجل، انا كلام فوق، انت هتقول لي الاخبار يا رب جمهوريه؟ يلا يا رب البيثة البيثة. ابقى لم منكم بره بقى خلاص. يا سعاده البرنس، خليك كده حلو كده.